صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الجمعة 11 كانون الأول. خطوة نموذجية لاتحاد بلدية الشوف بإنشاء معمل لفرز النفايات. بيروت فوق الشجرة، عمل مسرح جديد للكاتب والمخرج يحيى جابر على مسرح تياترو فيردان. بمحطتنا الثقافية، قصائد الكبير سعيد عقل برشة الفنانة التشكيلية ريتا رز الله، وأيضا محطة فكرية مع زميلتنا مريم الحاج وغيرها من التقارير المنوعة. أما ضيفتنا لليوم فهي ناتالي المير، رئيسة قسم التصميم بشركة سوليدير، لنحكي معها أكثر عن سوق الحرف بالصيفي. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، بداية حلقتنا بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية والأستاذ وسام عبد الله معنا على الخط لناخذ منه تفاصيل عن طقس نهاية الأسبوع وشو مخبي لنا الويكند. أستاذ وسام صباح الخير. يا أهلا، يسعد صباحك. كيفك؟ الحمد لله تمام، أحسن الساعات بلش يخفوا كأن علينا. اوكي يلا اعطينا التفاصيل. نعم، هلا الحال العام الطقس عم بيكون طقس مستقر مسيطر على الحوض الشرقي لحد فتره السبت بعد الظهر، بيتحول لطقس متقلب ببلش يقرب علينا المنخفض الجوي. نعم. الطقس اليوم حيكون غائم جزئيا الى غائم، ما في تعديل على درجات الحراره. السبت حيكون طقسنا قبل الظهر غائم جزئيا، بعد الظهر بيتحول لغائم، بتبلش درجات الحراره بالانخفاض السريع. الأمطار حتبلش تتساقط ابتداء من فترة السبت المساء، غزارتها للأمطار ممكن تشتد ما بين الليل السبت لصباح الأحد، هذه الفترة حتشتد فيها شوي الأمطار. حيكون في عنا تلج على 1700 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية. نعم. الأحد بكفي طقسنا كمان مثل ما قلنا غائم مع انخفاض درجات الحرارة، بتكون درجات الحرارة متدنية، الأمطار حتتساقط كمان بالفترة الصباحية شوي بغزارة. حيكون عنا ثلوج نهار الأحد على ارتفاع 1600 متر وممكن تدنى أكثر من هيك بالمناطق الشمالية. طقسنا ببلش يتحسن تدريجيا ابتداء من مساء الأحد، والأمطار بتنحسر نهائيا ما بين ليل الأحد آخر الأحد يعني بالليل صباح الفجر. صباح الثانيين. صحيح، فجر الثانيين. هذا بشكل عام كالثلاث أيام التوقعات اللي جايين. أوكي، درجات الحرارة لليوم أستاذ بيسام؟ درجات الحرارة عنا هي على الساحل من 4 ل 20، بالجبال من 6 ل 12، الأرز من 1 تحت الصفر ل 9، بالبقاع من 1 ل 18. يعني بتتخيلي اذا بتشوفي الحراره قد ايه متدنيه بالبقاع من 1 ل 18، واحد يعني لو في شتاء هلا كان بينزل على 500 او 600. اوكي. الهواء ما في شيء، ضعيف، سرعته من 8 ل 20 كيلومتر بالساعه، الرطوبه من 30 ل 65%، وضغط الجو 1022، البحر معتدل والماي حرارتها 21 درجه. نعم، شكرا. توقعات اليومين اللي جايين. شكرا لك استاذ وسام، بنتمنى لك نهايه اسبوع حلوه. جوال صباح الخير. مرحبا بيارات، من حي المشاهدين اللي عم بيتابعونا جولة سريعة على أبرز عناوين الصحف. اليوم الجمعة 11 كانون الأول، وفي عناوين النهار: محركات التسوية لم تتوقف أمام العقبات، ضغوط دبلوماسية متصاعدة تسأل عن البديل، اجتماع لقوى 14 أذار، وبري لا يزور السعودية قريبا، خيمة أهالي المعتقلين في سوريا ترفع بعد 11 سنة، وصورة رئيسية تابعة لهالعنوان لعدد من أمهات معتقلين بسوريا وأقربهم عم بيحملوا صورهم امبارح أمام خيمة الاعتصام. منتابع النهار ضمن أسرار الآلهة وبعناوين: يهتم نواب بمعرفة ما إذا كان المغتربون سيستعيدون جنسيتهم قبل الانتخابات النيابية المقبلة لكي يشاركوا فيها. تردد أن سفرات تسهل هجرة سوريين من مذاهب معينة إلى دول أمريكية أو أوروبية. يتوقع متابعون لملف الانتخابات الرئاسية تدخلا فاتيكانيا مباشرا للاتفاق على مرشح تسوية أو مرشح توافقي. لوحظ أن إفادات شهود سريين أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت لافتة وقد تعجل في كشف الحقيقة. تتوقع أوساط سياسية أن تتحول الاصطفافات السياسية الحالية إلى اصطفافات مذهبية في الانتخابات النيابية المقبلة. وبختم النهار ضمن الافتتاحية بقلم مروان سكندر ومقال بعنوان: الاحتباس الحراري واحتباس الفكر في لبنان. من النهار إلى عناوين صحيفة السفير: هل يلبي بري دعوة السعودية الرئاسية؟ السفير تنشر خطة هيئة البترول لتطوير القطاع، عرض البلوكات الجنوبية.
استطلاع الدولية للمعلومات 34% من اللبنانيين يفكرون بالهجرة. عون يعيد تثبيت قواعد الاشتباك الرئاسي. يوسف للسفير أوجيرو يجب أن تأكل اتصالات. هواجس مستوطني الشمال تتنامى. حزب الله يحفر ويبني ويتحصن. السعودية تنسف بيان فيينا السوري أم تناور إقليميا. وبعنوان أخير القمة الخليجية دبلوماسية الاضطرار وقلق من صواريخ إيران. من السفير جولتنا من تبع مع عناوين صحيفة الحياة وبأبرز ما كتبته اليوم. القمة الخليجية تستعجل المنظومة الأمنية الدفاعية اتفاق لإنجاز السوق المشتركة في 2016. مؤتمر الرياض يتبنى رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية. ضمانات دولية للحل وطهران تتمسك بانتقاداتها وواشنطن تؤكد مقتل 3 قياديين من داعش. مسلحون منعوا شماليين من دخول عدن. التحالف يستعيد جزيرة من المتمردين. بارزان التقى أردوغان. لسنا ساحة لتصفية حسابات. أنقرة ترفع علم كردستان العراق. جنيف تلاحق متورطين باعتداءات باريس وأحكام بسجن 6 في أمستردام. FBI يعترف بعجزه عن رصد الإرهاب. داود أوغلو يعلن أولويات حكومته. الاقتصاد والعلويين وملاحقة جولن. وبعنوان أخير في الحياة تكهنات بتشكيله محورا مع رفسنجاني وروحاني في مقابل محور أصولي. حفيد الخميني مرشح لمجلس خبراء القيادة. ومن الحياة جولتنا من تبع مع عناوين المستقبل. عسيري للمستقبل بري نقطة توازن واعتدال. أبي نصر ضد الفراغ. نأمل الاتفاق على عون وإلا أحد الأقطاب الأربعة. أما بالصورة الرئيسية البعيدة كل البعد عن السياسة ومن الأجواء الميلادية صورة عن جد كتير حلوة نشرتها المستقبل اليوم. الاثنين عم بيتزلجوا بلباس بابا نويل عند شاطئ جوني احتفالا بالأعياد. منتابع بالعناوين. رفضت التدخل الإيراني ووعدت بمؤتمر لإعادة إعمار اليمن. القمة الخليجية تدين الخطاب المعادي للمسلمين. الاتفاق النووي لم يؤثر على التصنيف الأمريكي لحزب الله. دهس 3 إسرائيليين في الضفة. واشنطن مقتل المسؤول المالي لداعش. مستشفيات سوريا الأكثر عرضة للقصف. الأسد يفرض ضرائب على الخبز والشاورما والكراسي. المعارضة ترسم خارطة سوريا التعددية. رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية. بطل إيران بالجودو يموت دفاعا عن النظام. وبالأخبار الرياضية الصفاء يواجه العهد اليوم في قمة المرحلة الثامنة. وبختم مع قلم أسعد حيدر ومقال بعنوان القيصر والمرشد والسلطان نحو المواجهة الكبرى. من المستقبل إلى الأنوار. أوساط فرنجية تؤكد استمرار المبادرة والسعودية تدعو بري لزيارتها. المعارضة السورية توافق على المحادثات وتشترط تنحي الأسد. كيري اجتماع نيويورك حول سوريا لم يحسم. بقلم المحلل السياسي النصاب الدستوري متوافر. ماذا عن النصاب السياسي والميثاقي؟ بيان القمة الخليجية يتناول كل قضايا المنطقة. واشنطن نفط داعش يذهب للنظام السوري وبعضه إلى تركيا. أردوغان قواتنا دخلت العراق بطلب من العبادي. جوليانا عواضة اللبنانية الأصل تشارك زوجها في احتفال تنصيبه رئيسا للأرجنتين. وبالأخبار الاقتصادية شركة المملكة تساهم في أكبر مجموعة خدمات فندقية في العالم. وبختم مع رفيق خوري. النظام والمعارضة مأزق الصراع والحلول. من الأنوار إلى اللواء. بري إلى السعودية وجونز على خط معالجة الاعتراض الماروني. صدمة لدى حزب الله من خيبة الرابية واتصالات المردة لتسويق المبادرة. عسيري لوضع خطط اقتصادية واستنباط مشاريع رائدة. الملك سلمان أبعد دخان المنطقة عن القمة الخليجية. الجبير ينفي للواء رواية اجتماعه المطول مع ظريف. مؤتمر الرياض شدد على رحيل الأسد وتمسك ببيان جنيف واحد. المعارضة السورية تحدد أسس التفاوض مع النظام. جرح 4 جنود إسرائيليين في عملية صدم بالضفة. الصالونات الثقافية جامعات غائبة. العلماء والدعاة مع اقتراب ذكرى المولد الشريف اجعلوه منهجا لحياتكم. وختاما في اللواء حسين قطيش يكتب من مخزون الذاكرة. من اللواء إلى عناوين صحيفة البلد. عتاب ولوم في لقاء الرابية والسعودية تدعو بري لزيارتها. المعارضة تفاوض بشروط وروسيا ترد على تركيا.
بغداد تشكو أنقرة وواشنطن تتوسط. استعادة المخفيين قسرا تتخذ أوجها جديدة. المواطنة في مواجهة دولة العصبيات بين الواقع والتحديات، وأيضا في البلد في امتحان حقوق الإنسان، لبنان دائما يهان. وبختم مع صورة رئيسية لحملة عنوان شرعيون. من البلد إلى الصحف باللغات الأجنبية بترجمة لعناوين The Daily Star: الراعي يضغط على الأطراف المسيحية للقبول بخيار فرنجي. البطريرك الراعي يطلب من المتنافسين النظر في المبادرة لخير لبنان. تأكيد مقتل قائد الموارد المالية في داعش بغارة. أردوغان يرفض سحب القوات التركية من العراق. إلى لوريون لجور وبعناوين: صمود في الرقة من معقل داعش، أحد المقاتلين شاهد. وبالصورة الرئيسية الخاصة لصحيفة لوريان لجور من الرقة رسالة من أحد الناشطين، وبتفرجي طبعا التاريخ يلي هو 8/11/2015. هيلو لوريان لجور، ذيس از رقة. وفي عناوين أخرى: خيار فرنجي بين الطارق والحذر. إلى عناوين صحيفة الشرق: جعجع يبحث عن توافقي ولن يرشح عون. الراعي: المبادرة جدية فلنستفد منها. بري تلقى دعوة سعودية وترأس اجتماعا نفطيا. المحكمة الدولية: الأهم الإنصاف والشفافية. ضمن رأي الشرق بقلم عون الكعكي: اتفاق خجول ولكنه أفضل من الممكن. القمة الخليجية: الحل السلمي في سوريا واليمن. عسير يدعو رجال الأعمال اللبنانيين لتفعيل العلاقة مع السعوديين. كوريا الشمالية ترهب العالم بالهيدروجينية. الحكم على بلاتيني اليوم، قمة العهد والصفاء بالأخبار الرياضية. وأيضا في الشرق: المعارضة هيئة عليا للمفاوضات مع الحكومة السورية. وبختم مع صورة رئيسية: حوارات المتوسط حول الإرهاب. من الشرق إلى عناوين الشرق الأوسط: القمة الخليجية تتبنى رؤية خادم الحرمين للعمل المشترك ومؤتمرا لإعادة إعمار اليمن. البيان الختامي أوصى باستكمال دراسة موضوع الانتقال إلى الاتحاد، وملك البحرين دعا لعقد الاجتماع المقبل في المنامة. قمة مجلس التعاون شددت على رفض التدخلات الإيرانية وحل أزمات المنطقة سياسيا. التقى وفد المعارضة في ختام مؤتمرها بالرياض. المؤتمرون أقروا تشكيل هيئة للتفاوض وطالبوا نظام الأسد بإجراءات حسن نية. الملك سلمان: حريصون على أمن سوريا واستقرارها ونريدها أن ترجع كما كانت. القمة شددت على المسؤولية العالمية المشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب. بغداد تتحرك أمميا لإدانة التدخل التركي. فرق الموت الشيعية تهدد باستهداف مصالح تركيا في العراق. البنتاغون للشرق الأوسط: قضية خالد الشيخ ورفاقه تتعلق بشكوى من الملامسة الجسدية. مدبرو 11 سبتمبر يكسبون دعوى ضد حارسات غوانتانامو. وختاما: الحكومة اليمنية تشيد بالتبني الخليجي لمؤتمر إعادة الإعمار. جولتنا منتابعه مع صحيفة الأخبار: لاءات عون وجعجع تعطل المبادرة. المعارضة السورية تبايع الرياض، وأحرار الشام وفية للسلطان التركي. داعش يزاحم القاعدة في اليمن. وختاما: محامو طرابلس نحو حل ينهي الفضيحة. من الأخبار إلى الجمهورية وبعنوان الرئيس الجبير: لا اتفاق ولا صفقة مع إيران. المعارضة تشكل هيئة عليا للمفاوضات وتشترط رحيل الأسد. وبعنوان أخير وبالأخبار الرياضية: الحكم يضرب موعدا ناريا مع بيبلوس في نهائي كأس لبنان. ومع هالعنوان من صحيفة الجمهورية ممكن وصلنا لختام جولتنا على الأخبار السياسية وعناوين الصحف. بريك ومن بعده بنرجع. جولة ثقافية وفنية لليوم منبلشها من بكفية بجمعة الجاي ب 17 شهر تحديدا. بيفتتح المارشي دو نويل ابوابه ببكفية تحت عنوان لافيري دو نويل. طبعا ساحة بكفية رح تتزين باحلى زينة ونشاطات كثيرة بتشمل كل العائلة رح بيتم تنفيذها، بالاضافة الى اطول بيوش من خلاله بتسعى بكفية انه تكسر رقم جديد بالجينيس بوك اوف ريكوردز. فاذا ب 17 شهر بينطلق المارشي دو نويل، بيستمر ل 23 شهر، بيفتح ابوابه يوميا من 5 بعد الظهر للساعة 11 المساء. ننتقل إلى المسرح وتحديدا تياترو فيردان يلي بيستقبل كل نهار ترين وخميس عرض لمسرحية بيروت فوق الشجرة من تأليف وإخراج يحيى جابر وتمثيل زياد عيتاني.
بابادوليس تروى تراجع يوناني تافه تو نزلات تفيس هاي في يوناني فيس ونضلنا ماشيين ونخلص من جارنا بابادوليس نوصل عن جارنا التاني وجارنا التاني فارتان أرمنة ستة تركية هالغزات بيصلح ساعات انت ساعته قريب بده يموت ختيار انت فرتان هات ساعتك يلعن ساعتك بس ما نصدق نوصل على البيت من هون ومن هون تتقعد بيتنا هونيك بالبسطة كان بيت على الطراز العثماني بيت كبير سقوفيته عالية وجنينته كبيرة وشبابيكه ملونة وإله قناطر والبيت كان فلا ما في قدامه عمار يطوف ظهري على البحر. مننتقل إلى فعاليات بيروت ترنم واليوم أمسية تعزف مقطوعة بيتهوفن الأولى بالإضافة إلى بريمير بيانو كونسرتو للموسيقى اللبناني رجح حكيم. الأوركسترا اللبنانية هي رح بتقدم هالحفل بمشاركة البيانيست كلير فوازون بقيادة المايسترو فرانشيسكو لانزيلوتا. الموعد اليوم على الساعة 8 المساء بكاتدرائية القديس جورجيوس للموارنة بوسط بيروت. ننتقل إلى متروبوليس سينما يلي عم تستقبل فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم اليوناني واليوم موعد مع عرض فيلم Forget Me Not من إخراج يانيس فراغاس. الموعد اليوم على الساعة 8:30 المساء والمهرجان بيختتم فعالياته بكرة. ما رديت يدير فيه أنا باريس توميني ما غرابسم كتار Man is happy when he's realizing his mission. Ah, the scene. بتنظم مؤسسة جبران تويني بالذكرى العاشرة لاستشهاد جبران مؤتمر بعنوان الصحافة العالمية ولبنان ورح يتخلل هالمعرض هالذكرى معرض لمقالات باري ماتش كلها يلي كتبت عن لبنان. الموعد ب 12 الشهر على الساعة 5 بعد الظهر بالبافيون رويال بالبيال وبيشارك مجموعة كبيرة من الصحفية والإعلامية اللبنانية والأجانب. 10 سنين صار عمرنا 10 سنين 10 سنين 10 سنين يا جبران بعدنا مش مصدقين اشتقنا لك يا جبران اشتقنا لك ما أثقل وطأة الغياب اشتقنا للصوت اللي يودي وين صابت أحلام الشباب مؤسسات بعضها عسكرية وبعضه قصمت بالبال وبعضه الوطن ناطر ما غبت ولا دقيقة النهار لم تموت وجبران مستمر جبران مات تالبلد ما يموت 10 سنين دفاعاً عن لبنان العظيم فإذن الموعد بكرة على الساعة 5. ننتقل إلى قصر المؤتمرات بدبي يلي بيستقبل أمسية مع الفنان اللبناني أنتوني توما بعنوان أو كريسمس بيت بيقدم من خلاله أنتوني مجموعة من الأغاني الميلادية. الموعد ب 19 الشهر على الساعة 8:30 المساء. We could have some fun this Christmas. There is just one thing I need. I just need to have you with me, dancing to some Christmas beats. We could have a joyful night when the music sounds so right. No more feeling blue. إلى مسرح المدينة يلي بيستقبل بعد بكرة أمسية مع شيوخ الطرب. أكيد أمسية بتتضمن مرشحات وقدود حلبية. الموعد على الساعة 8:30 المساء. إني محب إني إرحم دوني
اليوم الجمعة موعد ثابت مع المجازين السياسي مع زميلنا يقظان التقي، وضمن حلقة اليوم ضيوف الكاتب والناشط السياسي الدكتور توفيق الهندي، القيادي بمكتب السياسي لتيار المستقبل الإعلامي علي حميدي، الخبير الاستراتيجي رياض أهوجي، القيادي بالائتلاف السوري الدكتور عبد الباسط السيدة، وبالمجازين لليوم مداخلة للوزير السابق الدكتور محمد عبد الحميد بيضون. الموعد على الساعة 8:30 صباحا على إذاعة الشرق. مننتقل هلأ لعن جوال لناخد فكرة أكثر عن حركة السير لصباح اليوم. اتصال مباشر من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير مع المعاون رؤوف أبو العز. مرحبا. مرحبا يا هلا، يعطيك العافية. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. تفضل، كيف حركة السير اليوم؟ يعني حركة المرور الصباحية لليوم ناشطة إلى كثيفة، وخاصة على مداخل العاصمة. نعم. عندنا المدخل الشمالي عم بيشهد حركة سير ناشطة من جوني باتجاه بيروت. اوكي. بيبدأ ضغط السير من أبي سيد بي باتجاه النقاش أنطلياس تباعا حتى الدورة الكارنتينا. نعم. بالنسبة لبوليفار سن الفيل عم يشهد حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه إشارات جديدة الاتحاد خباز، وحركة سير ناشطة أيضا من الصالومة باتجاه الحايك نزولا باتجاه جسر الواطي. أوكي. المدخل الجنوبي للعاصمة في حركة سير ناشطة على أوتوستراد النعمة باتجاه خالدي حتى أنفاخ المطار، كذلك خالدي الأوزاعي. نعم. عندنا المدخل الشرقي عم يشهد حركة سير ناشطة من الجمهور نزولا باتجاه الصياد، كذلك الامر بالنسبه لمحور الحدث جالي رسمان شيفروليه. اوكي. بننتقل لضمن شوارع العاصمه، عم بتكون الحركه المروريه كثيفه من المدينه الرياضيه باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سليم، كورنيش المزرعه البربير حركه سير ناشطه بالاتجاهين، واخيرا أوكي. حركه سير ناشطه من جاده عمر بايهم باتجاه بشار الخوري تباعا حتى وسط العاصمه. نعم، يعني الحركه الصباح حركه سير طبيعيه. اوكي، حركه صباحيه يعني معتاده مثل كل يوم، ما في اي اشياء حواجز على الطرقات او اشياء عم بتعيق المرور من دون وجود عوائق. اما حوادث خلال 24 ساعه الماضيه تسجل عندنا 5 حوادث كانت نتيجتهم 5 جرحى. الحمد لله على السلامه، كثير وفيات. كثير منيح. طيب، شكرا لك المعاون رؤوف ابو العز، يعطيك العافيه. يا هلا، الله معك. بريك جديد وبنرجع من بعده. صباح الخير. صمت رئاسي على كل المحاور بين الرابية وبنشعي، مصافحة باردة وحذر متبادل بين الأقطاب. وأنتو أنا يا ما نبقى ببيت الوسط، انتظار هادئ لانحسار عاصفة الغبار حول التسويق. عين التينة رمت الكرة بملعب المارونة. بالمختارة مناخ متقلب بين التشاؤم والتفاؤل الحذر. أما معراب اختارت مواقع التواصل الاجتماعي لسان حال الحكيم والقاعدة القوتية. وحدة التحليلات السياسية والصحفية دخلت على خط فكفكة اللغز الرئاسي. وإذا كان السكوت من ذهب فمهما طال الصمت بده ينطق زكريا. إذا كانوا السياسيين صمتوا عن الكلام المباح، فاللبنانيين رفعوا الصوت عالي بوجه التخاذل بإدارة الملفات العالقة. أزمة النفايات دخلت بدورة دوامة الخطط والمشاريع المؤجلة، ورغم الكلام المطول عن الترحيل إلا أنه تأشيرات الخروج ما صدرت بعد. بالانتظار اتحاد بلديات شوف عمد إلى استنباط حلول محلية من خلال إنشاء معمل نموذجي لفرز ومعالجة النفايات، خطوة بتأكد على دور الهيئات المحلية بإدارة أمورها. تفاصيل أكثر عن هالمشروع من تبع بها التقرير لزميلنا خالد أبو شارة. بالوقت اللي لم يعد فيه من خيار لحل أزمة النفايات سوى بترحيلها، أنجز اتحاد بلديات الشوف السويجاني معمل نموذجي لفرز ومعالجة نفايات 9 بلديات بينضبوا تحت لوائه، من ضمن بعقلين، بقعاتة، السمئنية وغيرها. الحل اللي تأخر لأكثر من 3 أشهر بانتظار ما سينتج عن الدولة وضع قيد العمل من أيام قليلة، وأزاح عن المواطنين عبء كبير بيتمثل بالتراكم العشوائي للنفايات وانتشار الأوساخ والأوبئة. هلا الحمد لله صارت تمام. هلا يعني كان من 2 شهرين
شهرين كان شهرين ثلاثة صار شهرين ثلاثة قتلتنا زبالة، لا عم بيشيلوا زبالة وجنب البنيات وعالطرقات وهالكينا. ان شاء الله هلا صلى شي جمعه 10 ايام البلديه عم تتحرك، البلديه عم تشوف البيكابات البلديه عم بيشيلوا مش سكنين. هلا هون في عده حلول بالنسبه لاتحاد البلديات، في معمل فارز للصليب هون وعم بينشا معمل فارز للشوف الاعلى بمنطقه بعضران. هلا في بالبيم يمكن بعتقد بالبرو، بس انه في حلول جذريه عم بتصير بهذا، عم يعبوهم البلديات وبنظفوهم لا في تنظيف احسن من قبل. هون محلوله قصه النفايات عنا، وجدوا لها محل وعم يضبوها ومرتاحين. في معمل فرز وعم بيتاخذ نفايات من البيوت، يعني ما حدا عم بيحط على الطريق. عم بيكوموا الزباله، العالم تيجي بتكب الزباله، هلا البلديه بتبرم بتلمهم بتحطهم بكياس بيض منشان الشتاء منشان ما يمشوش على الشتاء. البلديه عم تساهم وعم تبرم تلم النفايات من البيوت وعم بتاخذهم للمطرح بتحرقهم او بعرف وين كمان عم تحطهم، بس الحمد لله المده هي تقريبا محلوله، ما في عندنا بقى نفايات كثير. المعمل اللي يقيم قبل فترة طويلة على أنقاض مكب سابق للنفايات بمنطقة بعيدة عن السكن لم يوضع قيد التنفيذ إلا مع استفحال الأزمة واصطدام كل الحلول بفوبيا النفايات واستحالة التوصل إلى حل وطني شامل لمعالجة الأزمة، فبدأ منذ حوالي الأسبوعين بمعالجة النفايات الحديثة ولم يطال الحل أكوام وأطنان من النفايات القديمة المتراكمة من 4 أشهر. بس وصلنا لنتيجة أنه عنا هلأ بالوقت الحاضر متعهد فتح المعمل من 15 يوم تقريباً. الشغل عم بيصير كتير منيح، انه من مسألة عملية فرز بطريقة بيئية وتسبيخ للمواد العضوية والمواد القابلة لإعادة التدوير عم بتروح على مصادرها. الأهمية اللي بتشوفوا هلا في كتير كياس تعبت كل النفايات القديمة بكياس بيضاء نحطت على جنب الطرقات، رجعنا جمعناهم بموقع قريب لمعمل النفايات انتظارا لحل اللي بدها تطلع فيها من خطة الشيب انه تترحل هالنفايات، واذا ما ترحلت بقى نرجع شفنا طريقه ثانيه ذكيه ما ناذي البيئه وبنفس الوقت تتخلص منها بطريقه سليمه. على الرغم من تأمين الحل إلا أنه المشكلة ما انتهت وبتختلف حدتها من بلدية لأخرى، ففي حين قدرت بعض البلديات على تنظيم عمليات الجمع الكنس والفرز عم تعجز بعض البلديات عن إتمام العملية، وهيدا بيعود لمجموعة من الأسباب منها عجز البلديات المادي وغياب الاهتمام، وهو الأمر اللي عم بيخلق مشاكل كبيرة. وما في مطرح نكب، كل واحد عم بيحمل زبالته وبيروح يكب، صار بضل مرعوب وامر يكب الزبالة، حدا شاف وحدا عيط عليه حدا. والله بصراحة العالم متحيرة، يعني من بدها تحط زبالة، وأنا من رشايل الأصل وجيت لهون تفاجأت بهالموضوع. يلا إن شاء الله ربنا يبعث الحال، من الشعب ما في حال ولا من النواب في حال، بس حلوا عنا حلوا عنا. قلنا له بالبلدية خدتين ثلاثة ما بس يا سلام على بكرة يا زت هونيك ولك بعيد شوي عن البيت ما في حدا. ما تلاقى حل ولا راح تلاقى، طول ما هو هيك في بلديات وهيك زعماء ما في حل. لك ويني لك؟ أنا 3 أشهر عاونا هذي لا عم بيشيلوا شيء ولا شيء. بحسب رئيسة اتحاد بلديات الشوف سويجاني فإن البلديات بتملك القدرة على الحل وهي على أهبة الاستعداد، شرط تأمين التمويل وتحرير أموال البلديات من عند الدولة. منتابع حلقتنا ومننتقل هلا الى مسرح تياترو فيردان، وبليله الافتتاح الاولى قدم الكاتب والمخرج المسرحي يحيى جابر عمله الجديد يلي بيحمل عنوان بيروت فوق الشجره. المسرحيه يلي بتنقلنا الى منتصف القرن الماضي بيلعب دور البطوله فيها الممثل زياد عتاني، العروض عم بتكون كل اثنين وخميس الساعه 9 المساء، وتقرير بيعطينا كل التفاصيل. حلوه هيدا كمان حلوه خلاص شو هيدا؟ عنوان جابه لعبه الاغراض ها؟ شو هيدا؟
عم اكل الدهر عليه وشاري ببيرو. هلا محسوب علينا ككائنات بشريه ولا ثدييات ولا شو سواحف؟ انت منين عمه؟ راس بيرو. مين غير يحيى جابر بيمشي عكس السير؟ من غيره قادر يروي تاريخ لبنان بمرارة أحداثه وينجح برسم ابتسامي على وجوه المشاهدين. بعد نجاح بيروت طريق الجديد نقلنا الكاتب والمخرج المسرحي يحيى جابر بعمل مسرح جديد بيروت فوق الشجرة يلي عم يبدأ عرضه على مسرح تياترو فردان. نقلنا إلى العام 1969 بتحولاته السياسية الكبرى من خلال شخصية فؤاد المركبة من عشرات الهويات يلي تلاقت ببيروت خلال نصف قرن من الزمن. هون اجوا اخواننا الشيعة والموارنة كانوا بعدهم واصلين النطيع هيك وصلوا قالوا خلونا ما نتدخل ما نتدخل. قعدوا هيك وعملوا جوقة قوموا شوفوا هالعلاقة بين التركي ويوناني قوموا تعال نعمل جوقة والسجل باللبناني قوموا تعال نعمل جوقة والسجل باللبناني. هي فكرة مستوحاة من أبي فوق الشجرة طبعا لحبيبي عبد وحبيبتي نادية و وميرفت ميرفت امين يعني فانطلقنا الفرضيه حول 1969 عرض الفيلم وكان في 57 بوسه يومتها هذا الفيلم فرقبت منيح ب 69 صار في اتفاقيه القاهره تشريع العمل المسلح بهذيك السنه كمان تم انتخاب لاول مره مجلس اسلامي شيعي اعلى سمعت الامام موسى الصدر وكمان القذافي عمل انقلاب وكمان ب 69 صار في كمان ما يسمى انتخاب رئيس جمهوريه بعد سنه اسلامي فرنجي حلو 69 69 اذا بناء على ذلك بيروت فوق الشجرة. المهم أنا كنت مبسوط كتير بين إيدين النسوان ما من أي لأي من حضن لحضن ومن ركبة لركبة ومن رقبة لرقبة ومن بوسة لبوسة من أي لأي من حضن لحضن فؤاد يلي جسد شخصيته الممثل زياد عيتاني هو حكواتي عصري ودونجوان زمانه قدر من خلال علاقاته الغرامية المتعددة انه يروي جزء من تاريخ لبنان من الانتداب الى الاستقلال الى حركة امل وكمال جنبلاط والمقاومة وكتائب الصيف ونجات البسطة ومن النكسة الى العبور وبمشاركة موسيقى جمال عبد الكريم استرجعنا محطات من عبد الحليم حافظ الى الموسيقار عبد الوهاب وام كلثوم والسيدة فيروز. ليلي ليلي يا عيني ليلي تصار ليلي ليلي يا عيني دمع السار. طبعا فيها كتير انه عن بيروت زمان بس فيها كتير سياسة بطريقة مبطنة مرقة بالعلاقة النسائية يعني هي وبعده عمل مثل ما أقوله متواضع للجمهور يعني مثل بيروت طريق جديدة ما حدا جايب رسائل كبيرة عم وفيت على العالم من فوق لا جايبين الشارع قصصنا حياتنا ونقدمها للعالم لننبسط ونفرح وبدون كل هالشعارات والمعاني يعني. وبعد بسكر هاي المهارة اللي رحنا فيها على السينما حضرنا فيلم اشتهر كتير بوقتها اسمه غزل البنات قاعدين هالنسوان بالسينما هيك هالجارتي وحاطين هالفوق والفسطه وهيك الفقر ويبلشوا شايفة الليلة مرات شو عاملة فيلا لجيب الريحانة بالفيلم يا لطيف كيف عم يبكي لك وعبد الوهاب عم يضق الله بس على قليل يا الله انه ليلى مراد طلعت يهوديه. يحيى جابر مسرحي غير تقليدي باحث عن كمشه فرح تحت اطنان الانتكاسات والخيبات وبليله تياترو فردان الاولى قدم مسرحيه بيروت فوق الشجره نص واخراج دون تطريز سهل ممتنع كتحيه الى بيروت مثل ما بيحكي الحكواتي فؤاد فيها بينطوي عوالم الشرق والغرب ومفتاح الفرح بتنثروا وين ما كان. نزرع ثبغ منزرع شكل وشو بدنا بالبيروتي حلو روم وصنا نزلوا قتلوا يا تبغاتي لا تموتي قوموا دانا من جوها والسجل باللبناني.
من تياترو فيردان الى شوارع بيروت، كاميرتنا نزلت على الشارع وسالت الناس اذا بيربوا حيوان عندهم بالبيت. خلينا نشوف اجوبه الناس المتنوعه وتعليقاتهم بهالتقرير. يعني شغله كثير حلوه انه واحد بيربي حيوانات. كلب صيد، الكلب وفي مثل ابوه، بس اذا بدي ربي بربي عصفور، يعني بافو بافو حلو. بقرف، اعوذ بالله، ما بقدر، لا ما بقدر دله انا، لانه نحن طبقه غير، يعني مش كلاس بدي اجيب ربي حيوان انا. ايه كان عندي عصافير اربعه، مرتي بتحبهم كثير، بسميته على اسمي، انا اسمي ابو ايزم، دلعوني سوسو. اكيد لا، ما بحبهم بالبيت. انا مع الحريه حتى للحيوان، مش مع سجنه. الحريه هي افضل من السجن. شو تخلي بالحيوانات؟ حضرتك منين؟ ما انا من جنوب، انا من بنت جبل. الله يحفظك. لا صوفر لك انت ويجي لعندي. كيف بيصوفروا؟ بالبيت لا، بشو ببيروت؟ بالضيعة، كلب سلاية، لاكي. عندي كلب، كلب، كوكو. خلص part of the family يعني. أنه دايماً like خلص we treat him like part of the family. لا I don't agree with this. أنه عن جد because they feel like us وهيك يعني. كان عندي أربع بساس، بيسي ونيسي عصفور، كان عندي عصفور وطار للأسف. طار فتح الام تلاقيت الصبح مفتوحة. ها؟ كوكو. نو نو بدأ بترغل لحاله مع مع زميلته بالبداية الثانية. عندي بسيلة بالضيعة بتيجي بتاكل بتغدى معك الجمعة. أكيد لولو، لولو. بسميها سوسو. نو بلا بس إنه هامسترز. أبولو وتيتي. تيتي. Their names are اسمهم أبولو وتيتي. إنه هامسترز. إيه أنا عندي كناري. كناري بيرد. عصفور بالبيت. اسمه كوكو. كوكو. بعدين بيقول لي بعدين بيخني. بتعمي كل يوم. ليه ما بتربي حيوان؟ ماني عايش هون انا. قطة. بابي. بابي. بتعمية اكل للقطط. اول شي باكل بعدين بتعمية. بجيب لها كرة صوف وبزت لها اياها، بنلعب مع بعض طول الوقت. قول انا بحب الليون. انا بحب الليون. بحب جيب حوايانات. بحب جيب الحوايانات. الكلب. إذا 11 ديسمبر 1911 ولد نجيب محفوظ، وأهمية هالعبقري الراحل ما ارتبطت فقط بأعماله الأدبية، إنما كونه أقدم وأهم الروائيين ارتباطاً بالسينما، إن كان ككاتب سيناريو منذ بداية عام 1947 أو من لما تم الانتباه سينمائياً إلى إنتاج رواياته عام 1960. بذكرى ميلاد نجيب محفوظ نستعيد اليوم فيلم بين القصرين المقتبس عن الجزء الأول من ثلاثية نجيب محفوظ الروائية ويلي تعتبر باكورة أعماله الأدبية. هالفيلم يلي تم إنتاجه العام 1964 أخرجه المخرج حسن الإمام، ولعب دور البطولة يحيى شاهين، أمال زايد، صلاح قبيل، وعبد المنعم إبراهيم. الفيلم بيستعرض المسارات الحياتية لأسرة السيد أحمد عبد الجواد خلال فترة الاحتلال الإنجليزي،
وبتجرى أحداثه عشية ثورة 1919 المصرية، وبيروي هالفيلم قصة أسرة مصرية بتمثل بوقتها معظم الأسر بمصر وشخصيتها المركزية الأب سي السيد المستبد الأناني الصارم تجاه أسرته، وكل بيخضعوا له دون أي معارضة. سيد جنب القشر، صحة وعافية على بدن. أخبار السياسة إيه حضرة الأبوكات؟ الله يا بابا الرقيب شال كلام كتير أوي النهاردة. بيبقى الإنجليز تعبانين. ده ضروري غليون ضايح فيهم. أمال وهم الإنجليز هيقدروا على بتوع جبلن؟ اسكت أنت أبو شخة. شربك خط في وشك وعايز تنام في حضن أمك. جاتك البلد. اطلع غير اللقمة. قول لنفسك يا أخي. بقيت زي البغل من كتر الحشد. اللي يشوفك كده يقول يا ما هنا يا ما هناك. وزير المعارف وانت حتة كاتب في مدرسة النحاسين. والله يا بابا انا تحت ايدي ستة زي حضرتك كده. لا قصدي اقول يعني ست رجالة مالوا هدومهم. كل واحد فيهم بيقبض جنيه ونص بالشهر. ربنا يكرمه ويبقى باش كاتب الحكومة بحال. ربنا يكبر بخاطرك يا مرات ابويا. يا اخي اشرب. إذن منتابع بالفيلم الحياة اليومية لهالأسرة وشخصياتها. ياسين وأخته خديجة بيتزوجوا تباعا حسب مشيئة الأب. الزوجة أمينة رهينة المنزل، فالمرأة بنظر سي السيد ونظر أمثاله من الرجال بهالمجتمع الغارق بذكوريته بيتوقف دوره عن تربية العائلة وطاعة زوجها. إذن الفيلم بيدور حول نظرة المجتمع على المرأة بوقتها ومفاهيم الرجل الشرقي واختلافاته داخل وخارج البيت، كل هالشي وسط أحداث الاحتلال البريطاني ومقاومة الشباب المصري لها الاحتلال وكيفية تكوينه جمعيات سرية لطرد المحتلين عن مصر. مصر حرة مستقلة. مصر حرة مستقلة. عيش مصر حرة مستقلة. عيش مصر حرة مستقلة. لسه انا انصحكم بالابتعاد عن البوليتيك سياسة. انتم هنا عشان تدرسوا القانون. علمنا القانون ان نكون احرارا. اتركوا السياسة لابائكم. ان اباءنا قد سجنوا. ولن ندرس القانون في بلد يداس فيه القانون. فليحيى الاضراب. فليحيى الاضراب. عيش مصر حرة مستقلة. عيش مصر حرة مستقلة. عيش مصر حرة مستقلة. عيش مصر حرة مستقلة. عيش إذن ما استلهمت السينما العربية من أعمال روائي مثل ما فعلت مع العملاق نجيب محفوظ. الأفلام يلي أخذت من رواياته بتزيد على 40 فيلم، ولكن للأسف ما قدرت أي من هالأفلام إنها توصل لمستوى الرواية الأصل
أو إن تحيط بأبعادها الفلسفية والسياسية والاجتماعية، واقتصرت كل الأفلام على استخدام القصة بشكل سطحي. الباطس يا عمي. أيوة كده مريم. قلت بأنه تقريباً أكثر من 40 رواية لنجيب محفوظ تحولوا لأفلام. نعم. بشو برأيك تتميز روايات نجيب محفوظ من خصائص حتى هالقد قدرت تجذب السينما لإلها؟ شوفي جوال، بظن أنه تصوير نجيب محفوظ لواقع المجتمع المصري برواياته هو بالتحديد يلي جذب السينما له. نجيب محفوظ كاتب بيتميز بأسلوبه الواقعي وبالواقعية الكتير كبيرة والأنية. هو بيصور المجتمع المصري تصوير جدا أمين، وبيساعدنا على فهم المجتمع المصري والتاريخ المصري لدرجة بينافس المؤرخين، يعني كتبه تنافس الكتب التاريخية. الكاتب السوري الكبير حنا مينا قال عن نجيب محفوظ بأنه هو من طينة جابرييل غارسيا ماركيز أب الواقعية السحرية، وبأنه ثلاثيته بتتخطى رواية 100 عام من العزلة يلي حاز عليها ماركيز جائزة نوبل الأداب قبل ما يحصل محفوظ على هالجائزة بسنوات. إذن أسلوب محفوظ الواقعي هو يلي أثار شهية السينما على روايته. نعم. مريم، ذكرت بأنه نجيب محفوظ كان بالبداية كاتب سيناريو، وفيما بعد انتبهت السينما المصرية إلى أفلامه. هل هالشي بيعني أنه مش هو كان يكتب السيناريو لأفلامه؟ بيرت نجيب محفوظ، والغريب فيه أنه التزم فصل شخصه السينمائي عن الروائي طوال تاريخه الفني. قدمت السينما عشرات الأفلام عن روايات لنجيب محفوظ، رفض هو كتابة السيناريو لأي وحدة منها. وبوقت كتب سيناريوهات ل 18 فيلم ما كان في بيناتهم ولا واحد مقتبس عن رواية له. المهم بهالموضوع أنه محفوظ ولا مرة اعترض على طريقة تناول رواياته بالسينما. كان دايما يقول أنه دوره بينتهي عند كتابة الرواية مدام هو مش كاتبها خصيصا للسينما. إذا نجيب محفوظ ما شارك ولا مرة بالأفلام المأخوذة عن نصوصه الأدبية، بوقت كتاب كتار تركوا لنجيب محفوظ مهمة كتابة سيناريوهات أفلام مأخوذة عن قصصه. بس هيدا الشيء أحسن يمكن. طبعا هيدا الشيء أنه الواحد يقدر يفصل كتير أحسن. برافو. 100% جو. شكرا مريم، دايما اختياراتك نهار الجمعة بتكون مبكلة. برافو. رح نختم مع مشهد كمان من الفيلم، ومن ودعك على أمل نلتقي معك التنين. صح؟ الله رد باي. إذا الله رد باي.
ناتالي المير رئيسة قسم التصميم بشركة سوليدير، صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا بسجي اخبار الصباح. يعني بلشنا بهالفوتج عم نشوف هالشخص عم يشتغل بالخشب، وفهمنا انه سوق الحرف رح يتضمن خشب ويمكن كتير مواد، صح؟ صحيح. ويمكن اشياء حرف صارت منقرضة نوعا ما ببيروت وبلبنان عشو رح بيسلط الضوء سوق الحرف بالصيفي؟ شوفي، نحن جربنا نبعد شوي عن فكرة الحرفة كفولكلور، وجربنا نركز شوي على فكرة السوق والتفاعل بين الحرفيين والمشاركين، فمشان هيك هو سوق الحرف منه معرض للحرف. ونقينا لأنه في كتير حرف بلبنان، فنقينا الحرف يلي هي ممكن تتفاعل مع بعض. يعني مثلا في عندك الخياط، بيع القماش، المنجد، كله مرتبط ببعضه تقريبا. يعني بتنقي قماشك، بعدين فيك تعملي تروح عند المنجد، بعدين عند النجار، كله مترابط. يعني فكرة السوق والتفاعل تبع السوق اللي بطلت موجودة، لأنه هلأ كل شيء صار استهلاكي ومعلب وكله مثل بعضه. فكمان طيب، فينا نعرف شو عم نشوف؟ هيدول بروموشنز للمعرض؟ مزبوط، هول فيديوز نعملوا للحرفيين الجايين. يعني في صانع الغليون يلي هو بعد في واحد بس بلبنان بيصنع غليون. مين؟ تعرفي؟ بيير من برج حمود جاي. كيف حديتوا فيهم؟ كيف فتشتوا عليهم؟ بصعوبة عن جد؟ ايه كان صعب شوي، لأنه الحرف الخاصة منا معروفة كتير، يعني معروفة بس كمان الضوء عليها منه مسلط بالطريقة، أو يمكن موادهم ما بتتسوق مثل ما لازم. يمكن من هيك هون أهمية السوق ناتالي، وبرأيك هيك سوق ما لازم يصير دائم؟ عم نحاول نعمل هذا الشيء، أول تجربة، وإن شاء الله إذا زبط ونلقينا في تفاعل مع السوق يصير شيء بيتكرر يعني او كذا مره بالسنه. طيب كنت عم بتقولي انه جربنا نفصل الحرف عن الفولكلور، شو قصدك؟ الحرف بلبنان يعني اغلبيتها، مش بس بلبنان، عم تتحول ل ل لشيء ديكوراتيف، يعني لزينه بالضبط. يعني مثلا صار بطل شيء اساسي، قصدك صار فولكلور قديم. ايه هو بيستعمل بالمناسبات، الحرفة انوجدت لخدمة الحاجة، يعني لتلبية حاجة. مثلا الفخار كان ينصنع مشان صحون الأكل، يعني ينطبخ فيه للزيت لكتير أشياء. بالضبط، هلا صار ديكوراتيف. أو حتى يمكن الصناعة اليدوية استبدلت، صارت كلها صناعات آلية. يمكن هيدا الشيء عم يعني بيخلي هالحرف تنقرض. مزبوط، يعني الفخار اللي جايبينه هو فخار من آسيا، البترون. من البترون، من آسيا. بردون. لا بتعرفي، راح فكري على آسيا، قلت كيف عم بيعملوا حرف على لبنان، ورحتي على آسيا. آسيا أوكي، بس تنوضع عليه. من آسيا جايبينه، قصدي صلح لك، سوري. جايبينه من الفلبين بيسكلي. فأي الفكرة كانت أنه ما فيه مواد، وعنده طريقة خاصة بصناعته هيدا بالزيت، بعدها بتشتغلوا على ايده، بياخد كتير شغل ووقت وما قالوا مواد حافظة. يعني قديش هالناس، قديش بيفيدهم المعرض؟ قديه بيدعمهم؟ قديه بيجع بيعزز هالصناعة؟ قديه بيجع بيدعم الحرف بلبنان؟ الشغل مع الحرفيين هلأ كان على 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 فكرة التفاعل مثل ما قلنا. يعني الصانع المراكب ترجع تعيش مهنته، يعني ترجع الناس تتعرف عليها. يعني لازم يتطور هيدي المهنة لحتى تعيش، يعني لازم يتماشى مع التطور اللي عم يصير. يعني مثلا تبع المراكب بيعمل مراكب للعرض، نحن اللي رحنا معه أبعد واشتغلنا معه على الأرض إنه يعمل مراكب تستعمل. يعني عملنا منها ألعاب للولاد، بتفوش على المي. اشتغلنا معه انه انت بتعمل مراكب بالمينا، بتفوش مراكب كبيره بيعمل، طيب ليه ما بنعمل مراكب صغيره بتفوش على المي الولد فيه يلعب فيها؟ ونحن مدينه على المتوسط. هالشيء بقرب يمكن الناس من المهنه او من الحرفه اكثر. ناتالي، قديش برايك الناس بعدهم بيتقبلوا يشتروا حرف؟ يعني كمان الحرفيين جمعتوهم ورح يشتغلوا يعملوا معرض، قديه العالم رح تروح تشوف الحرف؟
أنا بتوقع يجوا لأنه البيس السريع يعني النمط. السرعة والنمط السريع وبتروحي هلأ على الأسواق كانوا عالم وضجة موسيقى عالية وركض ركض فنحن حاولنا أنه نروق شوي بقلب بيروت عم نروق شوي بمعرض استثنائي الموسيقى هي موسيقى شارع ستريت ميوزك منا بلاغت في الأكورديونيست يعني عم نجرب العالم تجي تروق من الضجة ومن العجقة مش عم نشوف اشياء خاصة بالمونة اي هيدا كمان معروض هيدا موجود هيدا مش حرفة هيدا شيء ما فينا نستغني عنه بس شيء يدوي شيء يدوي كمان شيء طبيعي يعني في الابسايكلينج الابسايكلينج يعني. فيك تعتبريها في بالسرفاند معمل لصناعة الازاز بعتقد هو الوحيد بلبنان يلي ما زال يصنع ازاز ما رح يكون موجود ما في نفخ ازاز سوري يعني متوقع نفخ ازاز لانه وقت عرفت انه هو المصنع الوحيد انصدمت وعرفت انه وين ما بيكون في معارض وبيكون موجود نفخ الازاز بيكون هو الاصل مشان هيك ما جبنا هو الاصل حرام انه معروف كثير بحبهم انا كمان بس لانه معروف وجربنا نشتغل مع اشخاص مش معروفين اتسلطوا الضوء عليهم اكثر الافتتاح اليوم على الساعه 4 فاذا بالصيفي فيليج والمعرض بيفتح ابوابه نهار الجمعه من الاربعة للتسعة المساء بالويك اند سبت واحد من 11 قبل الظهر للتسعة المساء صح. صح بس لازم نقول انه في ورش عمل في ورش عمل للصغار والكبار وهول الورش العمل لح الحرفيين يشتغلوا مع الاولاد يعني صانع المراكب حيجي يعملوا مراكب سوا حيروحوا ياخذوا المركب تبعهم يعملوا له شراء عند الخياط ينقوا قماشهم يبرموا على يبرموا ايه بالضبط تبع الصوف كمان حيعملوا خلينا نقول انه المعرض هالويك اند والويك اند اللي جاي كمان يعني على مدى اسبوع لحتى توصي وتجي تستلمي غراضي ناتالي المير رئيسة قسم التصميم بشركة سوليدار نحن بنشكر حضورك معنا ان شاء الله هالمعرض يصير محطة سنوية واكثر نقدر من خلاله نتعرف على الحرفيات يلي بنعتز فيها بلبنان ان شاء الله اهلا وسهلا فيك ثانك يو المرأة الشعر الحب وغيرها من قصائد الشعر والفيلسوف الراحل سعيد عقل تجسدت بلوحات للفنانة التشكيلية ريتا رزالة أكثر من 43 لوحة زينوا قاعة قصر اليونسكو منتابع التفاصيل بهالتقرير فككت حروف القصيد وكلماته ومن ثم أعادت رسم بالريش والألوان ريتا رز الله فنانة تشكيلية مزجت ما بين الشعر والرسم فأخذت لنفسها خط فني فريد ومميز وبأول معرض منفرد لإلها أعادت كتابة شعر مهندس الشعر سعيد عقل وجسدته ب 43 لوحة بشكل لوحة وحدة متكاملة تحكي حكاية رندلة ريشة تكمل الريشة أنا شفت سعيد عقل عم يحكي على التلفزيون شاعر سعيد عقل عم يحكي على التلفزيون وانبهرت بالشعر تبعه هو وعم بيحكي كان عم بيقول قصيدة ورحت جبت عم بشتري كتبه لقيت كتاب ريندلا دغري هيك طلعت عيني عليه نقيته وبلشت أقريه وكتير حبيت الشعر تبعه أخذ معي شهر تفسير تقدرت فهمته كله وقررت انه بلش ارسم فيه باول مرحله اشتغلت على الليل والنهار لانه بقصايد سعيد عقل بكتاب ريندلا بفوت بالليل بيكمل وبيطلع بغير وقت من النهار يعني بتحسي انه في شمس وفي قمر بذات الوقت في ضوء وفي عتمه بذات الوقت على مدى 9 شهور من العمل المتواصل كان إنتاج ريتا مثمر فكل لوحة من لوحاتها بتمثل سطور وكلمات من قصيدة رندلة كما إنها خلقت عناصر تصويرية بلوحاتها بتعبر عن علاقة الشاعر عقل بالمرأة مثل ما كان كتاب ديوان رندلة مفصل بتاريخ الشعر من حيث كان أول ديوان غزل كامل بتاريخ العرب
هالمعرض كأنه أول خطوة لواحد يتجرأ ويتحمل هاي المسؤولية. 86 متر 43 لوحة بهالشكل الضخم الجميل الحلو. عمل فعلا رائع وجريء، جريء فعلا جريء، لأنه وأخذ معه 9 شهور. بين الإبداع والفكر والخيال والإرادة ولد الجمال، وصار عنا معرض كتير حلو. لوحة كتير كبيرة وضخمة وصعب أنه إنجازها. الفنانة منجزة بريشتها بدون ما توقع بأخطاء لونية. قاعة قصر اليونسكو رح تتزين على مدى 3 أيام بلوحة فرحة بألوانها وغنية بمضمونها. اشتغلت على كل قصيدة عملتها بلوحة، ووصلت كل اللوائح ببعض يعملوا لوحة كتير كبيرة، يعني عندك 43 لوحة. حقيقة هيدا جهد كتير من الفنانة غتا غزالة انه تقوم بهالعمل الضخم يلي فيه تناسق كبير، وكتير بيمثل الأبيات الشعرية تبع شاعرنا الكبير سعيد عقل. والمساء بعدها تلك السوق ذاهب شال به صوت عن المبتكر. وختام حلقتنا لليوم رح بيكون مع التقرير الرياضي. نتمنى لكم بداية أسبوع، بداية نهاية أسبوع حلوة. بكرة رح يكون في شتاء وسقعة، بكل أحوال 7:30 بتجدد موعدنا بكرة معكم بحلقة جديدة. باي. أصبحت إسبانيا وإنجلترا أكثر الدول يلي عم تتمثل بدوري أبطال أوروبا مع 3 فرق، من بعدهم ألمانيا وإيطاليا مع 2. وبالرغم من خروج إشبيليا وفالنسيا اللي عم بيشاركوا بالدوري الأوروبي، في 3 فرق إسبانية عم بتنافس، هي ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وبرشلونة. بالمقابل تأهلت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي والأرسنال لدور الـ16 من البطولة القارية، واثنيناتهم كانوا عم بيتصدروا مجموعتهم. عم نحكي عن السيتي وتشيلسي. ومن ناحية ألمانيا، بايرن ميونخ وفولسبورغ هن الوحيدين يلي عم بيمثلوا الدوري الألماني بالشامبيونز ليج. وأيضا بيوقع على عاتق الكرة الإيطالية عند ممثلين هن جوفنتوس وروما يلي عم بيتأهلوا من بعد ما احتلوا المركز الثاني بمجموعتهم. باريس سان جيرمان بده يمثل الدوري الفرنسي والكرة الفرنسية، مثله مثل بنفيكا من البرتغال، زنت من روسيا، جانت من بلجيكا، وأيضا دينامو كييف من أوكرانيا. من المقرر أنه تصير قرعة دور الـ16 يوم الاثنين بمقر الاتحاد الأوروبي للفوتبول بنيو بسويسرا. رح يفتقد نادي ليفربول خدمات مهاجمه دانيال ستاريج مجددا بسبب إصابة تعرض لها، ورح يبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع حسب ما أكد المدرب يورغن كلوب. وملاعب المهاجم الدولي إلى 3 مباريات تحت إشراف كلوب يلي استلم منصبه بتشرين الأول الماضي، وهالشي بسبب إصابة كان متعرض لها بالسابق. وتعرض ستاريج لإصابة الجديدة ودخل بديل بالمباراة يلي خسرها فريق ودام نيوكاسل 0-2 بالدوري المحلي. أكد نيمار دا سيلفا سانتوس والد اللاعب البرازيلي نيمار جونيور لاعب برشلونة الإسباني أنه نيمار رح يغيب عن أولى مباريات الفريق بمونديال العالم للأندية باليابان 2015 يلي رح يشارك فيها بدءا من مباراة الدور نصف النهائي يوم 17 ديسمبر الحالي بسبب إصابة كان عم بيتعرض له. ورح يواجه برشلونة الفائز من المواجهة اللي رح تجمع بين كلوب أمريكا المكسيكي وغوانغزو إيفرغراندي الصيني. ووفقا لتصريحات والد النجم البرازيلي، بحالة تمكن الفريق الكتالوني من عبور الدور نصف النهائي فنيمار رح يشارك بالمباراة النهائية يلي عم بيدخلها الفريق كالمرشح الأول للقب الثالث بتاريخه لينفرد برام لياس قدام كونينسنس البرازيلي يلي معه لقبين. المباراة النهائية رح تصير يوم 20 من نفس الشهر على الملعب الدولي بمدينة يوكوهاما. أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي سعادته بالتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفوزه على بورتو 2-0، بس شدد أنه فريقه هو الأسوأ بين متصدري مجموعات دوري الأبطال. وقال البرتغالي هلأ كل الفرق اللي احتلت المركز الثاني رح تتمنى أنه تواجهنا، ما حدا بده يلعب مع بايرن ميونخ أو برشلونة، ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، نحن أسوأ المتصدرين.
بالبطولات الأوروبية المباراة الأبرز بالمرحلة 16 بالويكند رح تكون مباراة مانشستر سيتي وسوانزي سيتي. مانشستر سيتي بدو ينسى خسارته الأخيرة قدام ستوك 0-2 بالدوري الإنجليزي، وكان تغلب على مونشنغلادباخ 4-2 واحتل صدارة المجموعة بالدوري أبطال أوروبا. حاليا هو بالمركز الثالث مع 29 نقطة، وسوانزي بالمركز 15 مع 14 نقطة. وتختتم المرحلة بالمباراة الأبرز يوم الاثنين بين ليستر المتصدر وتشيلسي. بالانتقال لإيطاليا مبارتين هن البرزين، مباراة نابولي وروما. نابولي الثالث مع 31 نقطة بدو ينسى خسارته قدام بولونيا 2-3 واعتماده على الثنائي هيغوين متصدر الهدافين ب 14 هدف ولورينزو إنسيني مع 7 أهداف. من ناحية روما حاليا هو بالمركز الرابع مع 28 نقطة، قدم مباراة مخيبة للأمال بتعادله مع باتي بوريسوف 0-0 والاعتماد رح يكون على ميراليم بيانيتش مع 7 أهداف. وبمباراة تانية جوفنتوس المنطلق بقوة بالدوري الإيطالي رح يواجه فيورنتينا التانية، جوفنتوس الخامس خسر قدام إشبيليا 0-1 كلفته احتلال المركز التاني بمجموعته بدوري الأبطال. فيورنتينا الاعتماد رح يكون على كولونيتش مع 9 أهداف وحاليا صاحب أقوى هجوم بالدوري بالتساوي مع روما ب 30 هدف. وبألمانيا بالمرحلة 16 بايرن ميونخ المتصدر مع 40 نقطة بيستضيف إنجلشتات صاحب المركز 11 برصيد 20 نقطة. وكان البايرن تعرض لخسارة أول الأسبوع الماضي قدام مونشنغلادباخ بنتيجة 1-3 وكان تغلب على دينامو زغرب الكرواتي 2-0 ضمن دوري أبطال أوروبا. البايرن صاحب أقوى خط هجوم مع 43 هدف وأفضل خط دفاع مع 8 أهداف، وراح يحاول إنجلشتات أنه يرجع ولو بنقطة، وهذا يعتبر إنجاز كبير لأله. وبإسبانيا فريق برشلونة قبل ما يروح لبطولة العالم للأندية رح يستضيف فريق ديبورتيفو لا كوروني، وكانت عدل برشلونة بشكل محبط مع فالنسيا الأسبوع الماضي وبنفس النتيجة عدل مع باير ليفركوزن وأهدر فرصة تعزيز صدارة بالليغا وبيتصدر بفارق نقطتين حاليا عن أتلتيكو مدريد وأربع نقاط عن ريال. وبيخرج ريال مدريد يوم الأحد لمواجهة فيا ريال يلي قدر يأخذ العديد من النقاط من النادي الملكي خلال السنوات الأخيرة. وفاز الريال بكل المباريات الخمسة اللي خاضها من وقت خسارته الكبيرة قدام برشلونة 4-0 وقت برز كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو بآخر فترة. وبيفتقد فيا ريال صاحب مركز الخامس جهود جيمي كوستا وجوناسون دوس سانتوس بسبب الإصابة، بس ماريو غاسبار رح يكون جاهز للمشاركة.